السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مدرستي الجميلة، وفي هذا الدرس نتعرف على طريقة رسم هذه المدرسة. أتمنى طبعا إذا استفدتم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتعليق واشتراك للقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. نتعرف على الأدوات والخامات اللي هنستخدمها. عندي هنا ممكن نستخدم المسطرة والقلم الرصاص، أي قلم رصاص، وألوان في الماستر ودفتر الرسم. أول شيء نبدأ نرسم شكل المدرسة. هنا عن مستطيل، بسطت على نفسي عن مستطيل، وهنقوم بتقسيمه إلى مجموعة مربعات أو مستطيلات، وهنا أيضا مستطيل آخر، مربع اللي هو الباب الأمامي، وده هيكون السور، شكل ده السور أو الجدار اللي على المدرسة. هنا مستطيل آخر. نقسم بقى المدرسة إلى مجموعة مستطيلات زي كده. هنا شكل علم، وهنا أيضا علم آخر. هنقوم بتقسيم بقى إلى شبابيك أو درائج زي احنا شايفين كده، إلى عدة طوابق. بعد ما ننتهي من الرسم بنبدأ في مرحلة التلوين. عندنا دي ساحة المدرسة، ملعب، وقفة الطابور. دي مجموعة من العشب والشجر خارج المدرسة. بنبدأ نلون في درجة شكلها، طبعا كأنها زجاج، فبالتالي بيكون واخد لون عكس لون السماء الموجود، فبيكون لونه اعتبر لونه أزرق. هنا الأعمدة أو الجدران الخاصة بالمدرسة يكون لونها برتقالي، وهندخل معاها لون أيضا الأصفر حسب ما انتوا عايزين. التلوين ده براحتكم حسب ما انتوا عايزين يعني. ده السور الخارجي، ايه الوان تحتاجوها وتلونوا بيها على اذواقكم انتم، كنت تلون بيها عادي. لون بيج، لون بني، براحتكم. وهنا الساحة لونها باللون الاخضر.
ممكن نكتب اسم مدرستك عادي او نكتب مدرستي، اي اسم مدرسة نكتبه عادي على اللوحتين. بنحددها، عايزين نحددها بالقلم الرصاص، بنحددها بالقلم الأسود، بنقوم بتحديدها أيضا بالقلم الأسود. هنا بنلون السماء، ممكن نستخدم ألوان خشبية معانا أيضا في التلوينات حيث إن اللوحة لا تخرب معانا. أوكي، أعتبر انتهينا من درس اليوم. استفدت من الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.